يعرف انه هذا واجبات الامن العامة مو واجبات هو وحمايته. اي اخذ الاجراءات القانونية الاعتيادية الموجودة بالقانون العراقي. فاذا هذا اللي صار. انا دا اقول لك انا جيت متبرع، يعني ما حد طلب من عندي انا اكون شاهد. قالنا انه احد يريد يشهد، قلت له نعم انا اريد اشهد. نعم اشهد لصالح الرئيس صدام حسين شخصيا ولصالح الاستاذ برزان شخصيا، لان اعرف انه هو جهاز مالته ما له علاقه بهذا الموضوع. نعم والاستاذ طه ياسين رمضان شخصيا، لانه هو ايضا ما له علاقه بموضوع الدجيل، وعلى اساس منطقي ومعروف انا كنت نائب رئيس وزراء، اعرف المخابرات شلون تشتغل، اعرف النائب الاول لرئيس الوزراء شنو واجباته. وبعدين اسمع يعني انا يعني مو قاعد بالشارع، اسمع الدوله شلون بتتصرف. فاذا المخابرات تعتقل هالقد ناس وتعذبهم وتقتلهم مثل ما سمعنا قصصه هنا بالمحكمه، شو ما اسمعني اعرف كمسؤول، بس اعرف انه هذا الموضوع الامن هي اللي قامت به. انت والامن مديرها قتل ما مات يعني. نعم والاستاذ طه ياسين رمضان اقول لك ردنا نسالك بهذا الخصوص. انت نعم. اعتبارك الشاهد عن المتهمين الثلاثة، يعني نعم. دفعة واحدة نستمع إلى شهادتك. نعم احنا كنا مقررين كل شهادة على حدة، بس أنت يعني ربطتها. لا أنا أي بالنسبة المتهم طه ياسين يعني. نعم الشهادة طه ياسين رمضان أي ما له علاقة موضوع الجيل إطلاقا، ما له علاقة لأن الجانب الأمني مسؤول عنه مدير الأمن العام، مدير الامن العام ما مرتبط بالنائب الاول لرئيس الوزراء. نعم. اثنين المحاكم مختصاته. بعدين هو رجل قال تقرير، هو كنائب اول لرئيس الوزراء كان مسؤول ضمن المسؤوليات الاخرى عن تخطيط المدن. نعم. فلما يعيد تخطيط بلده بلد ودجيل طبعا يجيبون المعامله يجيبوها يمه هو يشترك فيها. فهذا شيء مو ما يعتبر جناية، إعادة تخطيط المدن مو جناية. فهو شنو علاقته بالموضوع؟ يتهم بأنه هو جرف بساتين و دقيقة شكو عندك؟ ايش؟ اخذوا له المي. نعم؟ لا مو يعني ودوا له المي، انطوا له المي لل من تلعبان هذا الشيء؟ هو اي بين عطش يعني اي على كيفك كل واحد انتم انا الحقيقه الاستاذ عواد احترمه. انت احنا ما جايبك على نعم هو من كان المتهمين الثلاثه، احنا ردنا ثلاثه ما يخالف يعني كان رئيسي اي واعرف شنو هو منو سيد الرئيس صدام اي نعم هو اي كان رئيسي ورفيقي اللي عشرات السنين زين قبل ما يصير مسؤول بالدولة ورا 17 شموز أعرفه. بالنسبة إلى شهادة وبالنسبة المتهم برزان هم برزان صديقي أيضا وأخويا وهو مدير مخابرات غير مسؤول عن حوادث مثل حادثة الدجيل. زين الأستاذ طه ياسين رمضان كنائب أول رئيس الوزراء ليس له علاقة بموضوع الدجيل ولا البساتين ولا التجريف نهائيا، ما له علاقة. نعم. أنا عضو مجلس الوزراء نائب. نعم. ها وأعرف كل واحد شنو شغله. إي. فهذه شهادتي. نعم. بعدين أيضاً أنا مشكي لله يعني إلك إذا تريد تأخذ شكواي كمواطن تسمع الآن مدعي العام يسمع، أما إذا ما تريدون تسمعون فنشكو إلى الله. لا لا. أنه أكو ناس حاولوا يقتلوني دسمع بدون لا لا دقيقة يا با. نعم. يعني نسمع شكواك بكل اهتمام وبكل دقة، بس هسه مو وقت. بعد ما تنتهي الجلسة إذا أنت عندك شيء أطلب وأني راح أصيح. أنا عندي محامي يراجعكم. ماي محامي هو اللي يعرف يعني عجل. حتى إذا أنت شخصيا أو عن طريق لا هو محامي مالكي شكواك. أنا كمواطن عراقي بس السلام بس أنت في موضع الشهادة بدون أيضا تعرضت إلى محاملية اغتيال
مكشوفة علنية وثبت بجسدي بعدد من كبير من القضايا للآن موجودة في ظهري. اسمح لي. نعم. هسه احنا جايبي في معرض الشهادة. نعم. بخصوص الشكوى، إذا عندك شكوى أنت مباشرة أو عن طريق وكيلك، احنا نسمع شكواك وننظر في موضوع الشكوى ونحاول. يا الله كريم، بارك الله بك. بارك الله بك. أنا هذا اللي عندي. نعم. إذا أكو أسئلة. العام أنتم عندكم.